الإيقاعات والأنغام والرقصات الشعبية تتماهى مع أجواء واحة سكورة التي شهدت مهرجان الفنون التراثية سنوي للتعبير عن الموروثات المنوعة في المغرب، وللحفاظ على ألوان الغناء التقليدية التي توشك على الاندثار. ما نسعى إليه هو أن يكتشف الناس تراث سكورة، سواء في الرقص أو الكلمات أو الأغنيات. نحاول أن نبرز إمكاناتنا خصوصا للأجيال الجديدة، ونحاول إقناعها بالحفاظ على هذا التراث المهدد بالاندثار. الغناء التراثي يكاد ينساه الجيل الجديد في الداخل كما يقول المشاركون في المهرجان، لكن المقيمين في الخارج لا سيما في فرنسا ما زالوا ينجذبون إلى ألوان التراث الموسيقي. التعريف بالتراث هو الموروث الثقافي والفني العربي والأمازيغي المتواجد بالمنطقة، التعريف بالواحة وبتراثها المعماري، الحفاظ على الهوية التراثية المحلية، منح دينامية مهمة للقطاع السياحي. مهرجان سكورة الذي يعبر أيضا عن التنوع العرقي والديني للمغرب يجتذب أيضا مختلف الزوار المحليين والأجانب. آخر هجرة كانت في أواسط الستينات، يعني هاجر آخر يهودي من منطقة سكورة، لكن الأثر ديال التواجد اليهودي بالمنطقة لا زال قائما، بالخصوص في الحرف. تنعرفوا الحرف الحدادة، كذلك بعض مجموعة من الحرف اللي مرتبطة بالفلاحة، وكذلك على مستوى المعمار نلاحظ أن هناك عدة رموز عبرانية في على الواجهات القصبات. المنظمون يأملون أن يساهم مهرجان سكورة السنوي في وضع المنطقة ضمن خريطة المواقع السياحية في المغرب.